وأهل البيت في مثل هذه الأيام والليالي تتقاذفهم الصحاري، الأكمات والربوات والمفاوز من مفازة إلى أخرى، صفراء إلى أخرى، قديم إلى آخر، قلق وجل. الصحابة هم مرعوبين، عبد الله بن عمر مرعوب، محمد بن خلفية مرعوب، عبد الله بن جعفر قلق، عبد الله بن مطيع العدوي هم قلق. ناس شخصيات المؤمنين من عندهم اللي ما لهم مصلحة نتيجة ببني أمية قلقين. طيب فتلقى الشخصيات اللي تودع الحسين على باب المدينة مرة، على باب مكة دخولا خروجا أخرى. شايف مثلا عبد الله بن عمر أبو عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على كبره وعلى فخامته، من تجد يجي للحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لا باعت الله، ترى الكوفة تغدر، ترى الكوفة تفجر، ترى الكوفة ماكو عبود إلها ولا إلى مواثيق، ولا يطمئن ولا يركن إلى وعودها وعبودها. يا ابن رسول الله لو رجعت إلى مكة أو إلى المدينة وتستقر وتنزل القضية وتبايع يزيد بن معاوية، الحسين رد لطيف صلوات الله وسلامه عليه، يئس منه ابن عمر، قال له أجل اكشف لي عن المواضع التي كان يترشفها النبي، يقبلها النبي، أنت مدلل عند النبي، أنت مذيب للنبي، انت كان يفرنك يشيلك على صدره، انت اذا بكيت بالمهد باللو ايام طفولتك وايام القماط، اذا بكيت باللو يطلع محمد من داره ويجي بانزعاج يطرق الباب على فاطمه، بني فاطمه سكتيه، الم تعلمي ان بكاءه يؤذيني؟ ما اريد اسمع بكاء الحسين، اذا بكى ابن الحسين بسرعه سكتيه باي وسيله، انا انزعج لبكائه. فأنا أريد بك المواضع التي ترشفها النبي أرشفها، وهذا النداء أخير ووداع أخير، وبعد ما أقول لقيا الطلعة اللي أنت طالع بها نهايتها قتل، نهايتها موت. الحسين كشف له عن صدره، يعني عن قلبه وعن منحره، قبله في صدره، شمه في نحره، وقال وأتفاه عليك أبا عبد الله من قتيل مظلوم. على كل هو يعني التقليلات من النبي، من الصديقة يقولون، من عبد الله ابن عمر. شايف هاي المواضع التي كان يترشفها النبي باللحظات الأخيرة، قالوا زينب خرجت من خيمتها والحسين يريد أن يحمل على القوم، أخي أبا عبد الله قتلي هنيها. التفت وإذا بأختي الكبرى خارجة، زينب ما الذي أخرجك؟ قالت قتلي وقف، اكشف لي عن صدرك وعن نحرك. فتح لها عن صدره، شمته في صدره، قبلته في نحره، ثم نادت أمها فاطمة وديعة ردت رهينة أخذت. هذا مو نداء أخير، بعد أكو نداء آخر. أراد أن يحمل يقال وإذا بصبية أبت حسين قتلي هنيها. وقف لها أبو عبد الله، انزل من على ظهر جوادك، نزل اجلس، جلس، أجلسني في حجرك واصنع بي كما كنت تصنع باليتامى. أجلسها في حجرك فيمزح على رأسها، يا من روح يا من روح كل حن بداياك، يا من روح كل حن بداياك، تكون من القبر يحسيك وياك، ليه ذا يا ابوي ودعت اسمعك، وقول الغايب هو يومي ان يزدور، ريحهم الضايعات بعد تضيع ريحنا في يدنا.